بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله بنتكلم عن حاجة جديدة، انك ازاي تعمل ايميل تعليمي او امتداد بتاعه EDU. ايميل اللي هو البريد الالكتروني عادي زي جوجل، زي هوت ميل، زي ياهو، بس احنا بنعمل حاجة بقى على جامعة. تمام، هنتكلم بعد كده ازاي نستخدمه ونستفاد بيه. نبدأ الشرح دلوقتي، اتفضلوا معانا. احنا دلوقتي هنشتغل على جامعة اسمها SF College سانتا في كوليدج. تمام، الموقع حمل، ندخل على ابلاي او تقديم، ابلاي ناو. Start new application, United States, next, freshman، راجل لسه متخرج جديد، لسه فريش طازة، no diploma. طيب عشان نملى البيانات دي طبعا هنبقى مجهزين account fake من على الموقع اللي هو الفيك address generator. هحطلكوا كل اللينكات واي حاجة هنستخدمها في الديسكريبشن. ما تقلبش حاجة من دماغك، هتاخد كوبي وتنقل هنا. البرس دي اللي هو تاريخ الميلاد. الايميل بقى مش هناخد الايميل اللي موجود، لا هنجيب ايميل تمب اللي هو تمبرال او مؤقت، عشان نشتغل بيه في موقع اسمه tembmail.org. هناخد الايميل ده كوبي، نروح نلزقه بيست، كونفيرم، نأكد عليه مرة تانية. ماشي اوكي، اللي هو الكونتري اوف بيرث، نختار يونايتد ستيتس امريكا. السوشيال نمبر اللي هو الرقم الضمان الاجتماعي، ناخده كوبي اوف اون، كونفيرم، نأكد ونكتب تاني. اي فريد وموافق، نعلمها وبعدين نضغط نيكست. كريت باسورد، بتكتب باسورد ليك وتكتبه مرتين ونكست. طبعا لازم يبقى محقق شروط الكل الاخضر ده، لو في حاجه مش خضرة كده تشوف ايه اللي ناقصه تظبطه. لما تكتب سبيشال كاركتر، اور ليتر، لور، تظبط دنيتك وتمشي بقى مع الكباتشة، تقول اوكي ماشي تمام. اي ام نوت ا روبوت. هو راسه الف وبلغ اللي احنا روبوت، بس احنا برضو معاه يدينا على دماغه. متنساش تعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو واكتب اي كومنت، وتابع معانا وضيف اصحابك. كريت اكاونت ولا انشئ حساب جديد، نسيب عشان ما ننساش. ماشي، ده الاي دي بتاعك، هناخده نحفظه عشان ما ننساهوش، لان انا ضاع مني اتنين. نيكست. الكرنت ادرس يونايتد ستيتس، ستريت نمبر هناخده كوبي بقى. يا اخي الدوج. السيتي، ستيت او تيروري اللي هي كاليفورنيا، نختارها. وبعدين الزيب كود، الفون نمبر، تمام، نيكست. نختار ذس سيم relationship. طيب نكتب بيانات حد، اي هناخد نفس الاسم ونظبط في اي حاجة، والميلينج ادرس هو the same.
مع الأبائين ولا يهمكم مع ال... طيب ماشي. الكونتري يونايتد ستيتس، السكول لاست نيم ديورينج فاينل، نكتب باللاست نيم حكي. المفروض بنختار الستيتس بس اظهر معلق. ظهره كاليفورنيا. اوكي نيكست. طيب ماشي، نختار الفول الخريف سنة 20. ماشي اس اوف لاين او بيري سنتر دي ان اه كويسة دي. نيكست الديجري adult basic education in primary language yes انجليزي يا عم. next يلا no next الجارد education less than high school. اوكي هاس ريفوديفيكيشن نو سكند بيرنت. نيكست ميلتري نو ميلتري هيستوري. بعدين نضغط نيكست. وات از جندر ميل فيميل اي بتنجان بقى بس تبقى حافظ البيانات دي. زي ما المتاع مكتوب تنقل ماشي. اسيا نيكست كله علامة صح. لو في حاجة فيها اكس بتضغط على ترجع لها. طيب هنا الاي دي بتاعك ما تنساوش تاخده. لوجن نضغط نكتب الاي دي نيكست نكتب الباسورد لوج ان سيف عشان ما يضيعش مننا. طيب شو اول نوتيفيكيشن نضغط على النوتيفيكيشن دي ادلت اديوكيشن بروجرام اكشن نيديد. طيب ظهر كونتينيو نضغط عليها. كده فتح معانا الاكونت. طيب احنا دلوقتي عشان الايميل يتفعل هننتظر 20 دقيقة، في ساعات بيبقى وقت اكتر من كده بكتير. تمام هننتظر الوقت ده كله وبعدين نعمل ريفريش ونحاول ندخل. لو فتح معانا نفس الصفحة اللي فاتت يبقى لسه ما اتفعلش. لو فتح الصفحة دي يبقى كده الايميل اشتغل. هنكتب الباسورد ونساين ان. More information required on next. طيب هنختار ال education phone. لا هنخلي بالايميل. ايميل التمب اللي احنا اشتغلنا بيه ناخده نرجعه نكتبه تاني. ايميل مي بعت لي ايميل في الفيريفيكيشن. ناخد الرسالة لسه ما جاتش ننتظر. اهي مايكروسوفت اون بيهاف. طيب هنضغط عليها هناخد الكود ده وانا الصغير ده ونكتبه نقول له فيريفاي او اكد. تمام قال لي زي الفل. نقول له فينيش. تمام ده الايميل لو شفت كان رقم بقى ايه بقى اسم at sfcollege.edu زي الفل. الف مبروك. هنضغط على كلمة ايميل اللي فوق دي هيفتح لنا الاوتلوك الايميل بتاعك اللي هو الادكيشن اهو ايميل دي.
فتح معايا الاوتلوك، انا اختار الايسترن كده، يا فين ايسترن، ايسترن يو اس وكندا. هاي هاي سيف. الف مبروك عليكم، ده ايميل اي دي يو، ايميل اديوكيشنال، ايميل تعليمي في جامعه امريكيه في كاليفورنيا. تابعوا القناه واعملوا اشتراك ولايك. اي حاجه عايزين تسال عليها، اي حاجه عايزين تعرفوها اكتبوا لي في الكومنتات. كل الحاجات اللي احنا اشتغلنا بيها، اللينكات دي بتاع المواقع هكتبها في الديسكريبشن بتاع الفيديو تحت الفيديو. في رعاية الله، مع السلامة.